لمن هذا الذيل؟ سحلية. نعم، إنها السحلية الزرقاء، هذا معروف بقطر بالنفيخي. انظر إلى لون الرأس المختلف عن لون الجسم. تعرف شلون تصطاد السحلية الزرقاء طعامها؟ تعرفون شنو تاكل السحلية الزرقاء؟ حشرات. نعم، هذا صحيح. السحلية تحب الحشرات مثل الذباب والنمل وتمسكهم بلسان قوي تمتلكه. وفي بعض الأحيان تأكل حشرات خطيرة مثل العقارب. إلى اللقاء يا أحبائي الصغار.